من أدى العمرة ويريد مغادرة مكة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب على المعتمر طواف وداع، وإن طاف إن طاف وزيادة خير، وإن لم يطف فليس عليه شيء. إنما طواف الوداع واجب على الحاج، واجب على الحاج إذا أراد السفر بعد الحج يجب عليه أن يطوف للوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع الحجاج ولم يأمر به المعتمرين. نعم.